الحمد لله على سلامتك عمتي. الله يسلمك. بس ما لازم تضلي هون كثير، لازم تطلعي ترتاحي. لا اتركوني هون، انا مشتاقه للبيت وما صدقت اني رجعت من جديد. بس شوي وبعد شوي بدي اخذك على تختك، هيك اوامر الدكتور. عبير لا تكوني قاسيه عليها كثير، صحتها بالاول. اهلا دكتور. سلامات، كيف صحتك الحاله؟ يا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك دكتور. ما شاء الله، الزمن قياسي ورجعت مثل الأول وأحسن. وإيدي؟ ولا يهمك، أسبوع بالكثير وبترجع مثل ما كانت. راح يجي المعالج الفيزيائي لهون مرتين بالأسبوع وأنا راح أشرف عليه. شو وينه الأستاذ بسام؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ صار له يومين ما مبين. المفروض انت اللي تعرفي. شو قصدي؟ زعلان منك. مني؟ مو زعلان، بس قال خايف. عم بيقول انه صار تصرفاتي غريبة وما عم يفهم عليها. هيك لك؟ ايه ماشي، انا رح افهم. هنا ممنوع الوقفة هون. لحظة لنزل زبونة بس. عم اقول لك هون الوقفة ممنوع. قلنا لك لحظة، بدنا ندبرها لزبونة. حبيبي اسمح لي بوراقك. بس لنزلها شنطتك. خلص اتركه لا تعلق معه. وين عبد الحميد؟ ماني شايفته، ما بعرف يمكن ما وصل. إذا بصير أي شيء معي اتصلي فيني بتردي لي خبر، التليفون معي. ماشي. يا خونا أنت يا حباب؟ ممكن إذا بتريد كلمتين على انفراد. ولا كلمة، وإذا سمحت اتركينا بشغلنا والله معك. سلم لي على عبير. إيمتى ناوي ترجعي؟ والله ما بعرف، بس أكيد بدي اتصل فيك، خايفة عبد الحميد ياخذ لي ولادي. إذا عبد الحميد بده الولاد أنت لا عندي عطيها. نجوم الظهر أقرب له. وفقك، ترجعي بالسلامة. ليكو عبد الحميد. يلا يلا نفوت. شو عم تساوي؟ هات المفاتيحات. حبيبي اسمح لي بوراقك بالاول. هلا اذا زبون اخذ تاكسي وجاي على المطار، تاكسي وين بده يوقف له؟ حبيبي اولا ما بتطفي السياره وبتوقف له، بتنزله بدون ما تطفي السياره. هلا انت مين معلمه؟ وشو بدك معلمي؟ قل له لمعلمك المقدم كمال ما قبل يعطيني وراقه، هات المفاتيح. اه المقدم قال حبيب قلبي اعطيني وراقك وبدي احزك مين ما كنت تكون. تفضل احجزني معناها. شرف معك. تفضل. لا تفضل. اهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي. كيف الست هند؟ تمام الحمد لله منيحه. مرحبا عمو، كيفك؟ ماني مبسوط. خير ان شاء الله. بدي سياره مثل سيارتك، قولي لعمتك تشتري لي سياره. اتكرم عينك، هي الك خدها. ايه شو بدي فيها؟ اذا السيد بسام ما بيفضل يطلعني مشوار غير كل شهر مره. طيب ولا يهمك، انا بكره بتعلم السواقه، بصير بطلعك كل يوم مشوار. ولا اقول لك شو رأيك بكرسي على الكهرباء وصير تطلع انت لحالك مشاوير؟ لا بدك بسام ولا منيته. كرسي على الكهرباء؟ يا ريت. عمك ابو بسام طلباته كتيرة، لا تردي عليه. ايه اطلب شو ما بده، خلص انا بوعدك اني رح جيب لك كرسي على الكهرباء. شو وينه بسام؟ بغرفته. طيب ممكن تناديله؟ ايه على عيني. شو بتحبي تشربي؟ لا ولا شي، يسلموا ايديكي، ما تعذبي حالك. بتعرفي الوقفه قدام مدارس البنات عمل مضني وماله منطقي نهائيا. توقعت انه تاخذ رجلك بس مو بهالسرعه. ايه لا تفرح كثير، جاي شوي ورايح. مو المهم عدد المرات، المهم انك اجيت. مزبوط، جاي اخذ رايك بشغله بسيطه وروح على السريع. خير ان شاء الله. اهلي ناويين يخطبوكي الي، شو رأيك؟ عن إذنك عمو. الله معك. بسام ممكن شوي؟
شو استاذ؟ وين كنت في هاليومين؟ بالشغل. المعمل فيه اعطال كثيرة وكنت هاملها. طلعنا عمتي من المستشفى وحضرتك ما بينت. شبك؟ بصراحة وضعك بهاليومين مو عاجبني. ما بعرف مدري شو صاير لك، كثير متغيرة. متغيرة؟ شلون يعني؟ طريقة معاملتك لأهلك مو عاجبتني. وانت شو دخلك بأهلي؟ اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس. بس انت بتعرف انه في خير للناس ومن زمان. ما هذا اللي محيرني. مرة تانية لما بتشوف مني شغلة محيرتك بتجي وبتواجهني، مو بتحمل حالك وبتهرب بتتخبى. وين رايحة؟ عبير. اهلين كمان. شو وين رايحة؟ بدي اروح على البيت. امشي بناكل لقمة بالاول بعدين باخذ وعد بوصلك. لا ما بقدر، وعدت عمتي ما اتاخر عليها. شو بيك انت؟ شي خليني اوصلك. بشو بدك توصلني؟ معي سيارة. امشي. شرفي. شو سيارة عمومي؟ شو صاير عم تشتغل شوفير؟ لا بس مستعيرة. وصلت امك على المطار صحي اليوم؟ كنت عم تراقب امي؟ هيك شي. ليش كمال يعني عليها شي؟ لهلا لا، بس عم نراقبها مشان انوار. ليش شو دخلها لامي بانوار؟ اذا رجع انوار بده يتصل فيها. ما رح يرجع، اصلا ما في شي يخليه يرجع. يا ستي بده يرجع، امك راحت تجيب الاولاد والاولاد بيخلوا لانوار يرجع. شرفي. طيب وين راحت؟ ما بعرف. سألت عني؟ ما سألت عن حدا، نسيتنا ونسيت حالة. طب والجامعة؟ عم تروح على الجامعة؟ ما سألتها. هلا المهم انت قلي شو اخبار اهلك، شو صار معهم؟ مناح مناح، الامور عم تتحسن. ما بدك تعزمنا على العرس؟ عرس مين؟ شو بدك؟ في مسألة ما عم بعرف حلها وبدي اياك تساعدني فيها. مالي فاضي، حليها لحالك. رامي. شو رامي؟ وين رايح؟ الغدا صار جاهز. ماما نزار قوم جيب الطاولة. ايه على عيني، واحلى غدا لاحلى رامي. شو قصة امك عم تضحك طول الوقت؟ قلت لها وانبسطت كثير. لا الحق علي انا. تركيه هلا، لا تعزميه بدروسك. تعال خالي تعال عد هون. لا 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 شكرا، خلص بقعد هون، مالي جوعان كثير. عود بلا دلال، طول عمري باكل عندكم. ما بصير. يلا ما عود وخلي اهلك يحلموا بالدكتورة. تركيها تاكل بايدها، خليها تعتمد على حالها. معلش عمو دللتني كثير، خليني دللها شوي. اي والله الست هند بتستاهل كل الخير، وقد ما عملنا لها قليل. يعني اطلع انا برا؟ لا عوش بالله، بالعكس انت الخير والبركه. وقفتكم معي بهالشده خلتني اعرف انه كل اللي كانت تقوله عبير عن الناس صحيح. انت اللي ربيتي عبير وعلمتيها؟ ابدا، عبير هي اللي علمتني انه محبه الناس شيء ضروري بهالحياه. عبير من اصل طيب وطالع على ابوها. جدو شان الله خليه يحكي، انا بعرف كل شيء من زمان. بتعرفي؟ اي بعرف، بعرف انه ابوك طيب وبعرف وينه ومن زمان. ابوها العبير انسان كتير طيب وبيحب الخير لكل الناس، بس مسكين كان ظروفه صعبة وحظه أسوأ من هيك ما فيه. وجدها شاكر كان أطيب منه. جدو بلاها هالسيرة، يلا عمتي خليني أكمل لك أكلك مشان تطلعي على غرفتك. ماني تعبانة، أنا أحسن وكل يوم عم بتحسن أكتر. عبير عمتك قوية أكتر مما بتصوري، لا تخافي عليها. هي كانت خايفة عليكي، خايفة انك تتركيها وتروحي، لكن الواضح لي انك انت خايفة اكتر منها، مشان هيك لازم تواجهوا الامور من هلأ. كل شي عم بيصير ما بيهمني، المهم اني ضل جنب عمتي وهذا كل شي بدي اياه. وانا بوعدك انك تضلي معها وما حدا بيجبرك على شي ابدا.
بس هي بدها ياني وغصب عني. انا قلت لك ما حدا بيجبرك على شيء، وعفاف حسابة عندي. بس عفاف امها ومن حقها ان تاخدها، مشان هيك انا رح جيب عفاف تعيش معنا هون بالبيت. مالك مجبورة تتحمليها هي وولادها. ولادها جدو، الموضوع فيه سوء تفاهم وبعدين بحكي فيه انا وياك. ابدا ما ضل فيه سوء تفاهم، الامور كلها انفهمت وتوضحت. عفاف مظلومه من هالناحيه وانا بعرف الحقيقه. عبير اسمها ماما مو عفاف. عيب. نعم استاذ خالد تفضل. انا اسف يبدو ان عزبتك معي، بس الامر مهم ومستعجل كثير. لا ولا يهمك خير. انت بتعرفي اني خلال هالفتره هي اشتغلت بالمعمل كل جهدي واخلاص حتى وقف المعمل واستمر. طبعا استاذ خالد، ونحن مالنا ناكرين افضالك عليه. تفضل ارتاح. شكرا. انت بتعرفي خلال 10 سنوات انا ما اخذت اجازه ولا تخلفت عن المعمل. طيب استاذ خالد انت قل لي شو طلباتك وانا مستعده انفذها مهما كانت. فاتحين بالمانيا دوره تخصصيه مدتها 6 اشهر، وهي بتفيدني لأمل مستقبلي، وانا لازم اسافر اذا سمحتي. ما في مانع، وبتقدر تعتبر حالك بباسه دراسيه على حساب المعمل طول فتره دراستك. انا اسف يمكن ما ارجع للمعمل هلا ونحن بهالظروف. بالحقيقه انسى انا حزين اكثر منك، لكن طموح الانسان احيانا بيكون اكبر من العاطفه. طيب مين بترشح لنا من العاملين بالمعمل لحتى يحل محلك؟ بالحقيقة ما في حدا. والحل؟ الحل بإيدك يا أنسة عبير، أنت صاحبة المعمل وأنت اللي بتقرري. طيب شو رأيك ببسام؟ بسام ممتاز، بحب المعمل وبيخاف على مصلحته. بس شو؟ في أمور تجارية إلها علاقة بتصريف إنتاج المعمل، وهي متعلقة بشخص ثالث لا أنا بعرفه ولا حتى بسام بيعرفه. تقصد الطير؟ أرجوك يا أنسي أنا ما قلت شيء. لا ولا يهمك مو مشكلة، أنا بعرف كل شيء. على كل إن أنت ممكن تعلم بسام وتسلمه محلك. مثل ما بدك يا أنسي، أنا راح أعلمه كل شيء. طيب ماشي. وبالنسبة للتعويضات والمكافأة راح تأخذهم، وإذا حبيت ترجع راح تلاقي باب المعمل مفتوحة إلك. وشكرا لجهودك معنا. شكرا لكلماتك الطيبة وشكرا للمدام هند. بالإذن. الله معك. كمال بسام وعبير متزعلين. لا ليش متزعلين؟ هو صاير كتير مأنزح وشايف حاله عليها. من ايمت ما كان قاتل حاله عليها؟ شو بيعرفني؟ هو عم بيقول انه مو عاجبته طريقة معاملته لأهلها. مسكينة هالبنت، هاي البنت وفية لعمتي ووفية للناس. هاي البنت خايفة وحاسة حالها ضايعة لأنه بجوزي بعدوها عن عمتي. لازم بسام يتفهم لها الوضع مو يزيدها على قلبها. عبير بالاخير رح تترك عمتك وتجي تسكن هون. ممتاز، ونحن بنروح بنسكن ببيتنا. ايه هذا اذا قبلت تسكن هون. طبعا مجبوره تقبل، ما بدها تلحق جوزها، المرأة بتلحق جوزها. شو الحكي؟ ما من شوي كنت عم تحكي عن الوفاء وانه الوفاء لعمتك يمكن يمنعها تجي تسكن هون. برد الاكل. كلي 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 كلي. وليش انا؟ صاحبة المعمل هي اللي اختارت. الست هند بتعرف انها مسؤوليه كبيره وانا ماني قدها. الست هند ما لها علاقه، الانسة عبير هي اللي رشحتك. عبير ليش وين شفتها؟ كانت هون. ايه لا ترد، الست هند هي اللي بتقرر. الانسة عبير هي اللي قررت انك تستلم، واذا ما بدك يا استاذ لازم تخبرها حتى تجيب واحد تاني غيرك. وشو علاقه عبير بالموضوع لحتى تقرر؟ الانسة عبير هي صاحبه المعمل يا استاذ، بعدين صار لك سنين طويله هون وما بتعرف.